ما هي السكيزوفرينيا؟ تعرف السكيزوفرينيا على أنها اضطراب نفسي يؤثر في طريقة تفكير الأشخاص، وتعد من الأمراض المزمنة التي تصيب ما نسبته 1% من سكان الأرض، وغالبا ما تصيب الأشخاص البالغين. ويجدر التنبيه إلى أن الاعتقاد السائد بأن السكيزوفرينيا تعني تعدد الشخصيات هو اعتقاد باطل وغير صحيح. وكذلك فإن كثير من الناس يعتقدون أن المصاب بسكيزوفرينيا ذو طبع عنيف، ولكن أثبتت الأبحاث أن أغلب المصابين غير عنيفين. وفي الحقيقة أن المصاب بالسكيزوفرينيا قد يشكل خطرا أكبر على نفسه وليس على المحيط الخارجي. ما هي أعراض السكيزوفرينيا؟ تظهر أعراض إيجابية على هيئة تصرفات ذهنية. تفقد المصاب القدرة على التعامل مع بعض الأمور بواقعية، ومنها الهلوسة والوهام واضطرابات فكرية وحركية. أما الأعراض السلبية فتظهر على شكل اضطرابات في التصرفات والمشاعر، ومن هذه الأعراض قلة الكلام وقلة الشعور بالمرح والسعادة، صعوبة البدء والاستمرار بالأنشطة، وتبلد المشاعر أي قلة التعبير بملامح الوجه والصوت عن المشاعر المختلفة. وهناك أعراض إدراكية تظهر بشكل بسيط عند بعض المصابين، وقد تظهر بشكل عنيف وحاد عند بعضهم الآخر. ومن الأعراض الإدراكية التي تظهر على المصابين صعوبة فهم المعلومات وتوظيفها في اتخاذ القرارات، صعوبة التركيز والانتباه، وصعوبة استخدام المعلومات فور تعلمها. ما هي أسباب السكيزوفرينيا وعوامل الخطورة؟ في الحقيقة لم يعرف إلى الآن المسبب للسكيزوفرينيا تماما، ولكن يعتقد أن بعض العوامل قد تساهم في ظهورها، ومنها الجينات والظروف البيئية، كالتعرض للفيروسات وسوء تغذية الشخص قبل الولادة، مشاكل أثناء الولادة، وظروف نفسية اجتماعية كفقدان الوظيفة أو موت الحبيب. وكذلك تعاطي الحشيش يؤدي إلى ظهور السكيزوفرينيا. كذلك هناك كيمياء الدماغ وتركيبته تدخل في أسباب السكيزوفرينيا وعوامل خطورتها، حيث يعتقد العلماء أن السكيزوفرينيا قد تنشأ بسبب وجود اضطرابات وعدم توازن بين التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الدماغ، والتي تتطلب وجود بعض النواقل العصبية مثل الدوبامين والجلوتامات. وكذلك فإن وجود بعض الروابط الخاطئة في الدماغ نتيجة حدوث اضطرابات أثناء نمو الدماغ قبل الولادة قد يلعب دورا في ظهور السكيزوفرينيا. ما هو علاج السكيزوفرينيا؟ هناك بعض الطرق والوسائل المستخدمة في علاج السكيزوفرينيا، ومنها العلاج السلوكي المعرفي، حيث يعد العلاج السلوكي المعرفي من وسائل العلاج بالكلام، والذي يساعد على التخفيف من أعراض الوهام والذهان والاكتئاب، وكذلك يساعد على تخفيف التوتر مما يمنع ازدياد الأعراض سوءا. ومن الجدير بالذكر أن العلاج السلوكي المعرفي يساهم في الحد من الأعراض الجانبية للأدوية المستعملة في علاج السكيزوفرينيا. من الطرق العلاجية أيضا لعلاج السكيزوفرينيا هي أدوية مضادة للذهان. تصرف مضادات الذهان لأنتي بسيكوتيك على شكل حبوب أو سائل دوائي بشكل يومي، أو على شكل حقن تعطى مرة أو أكثر كل شهر، وذلك بعد مناقشة الأمر بين المريض والطبيب المختص. وغالبا ما تحدث أعراض جانبية لهذه الأدوية عند بداية استخدامها، ولكن غالبا ما تختفي هذه الأعراض بعد عدة أيام من استخدامها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأدوية قد لا تجدي نفعا مع كل المصابين. هناك أيضا العلاج النفسي الاجتماعي، حيث يستخدم العلاج النفسي الاجتماعي بعد وصول الطبيب مع مريضه للعلاج المناسب لمساعدة المريض على ممارسة أنشطته اليومية وتحقيق أهدافه من حيث العمل وغيرها، مما يقلل احتمالية الانتكاس والحاجة لنقل المصاب للمستشفى. مساعدة مرضى السكيزوفرينيا. إن العناية بمرض السكيزوفرينيا ليس أمرا سهلا، فمن الصعب أن تحدد طريقة الاستجابة لبعض أفكارهم وجملهم الخاطئة، ولكن هناك بعض النصائح التي قد تساعد على العناية بهم، ومنها تشجيع المريض على تناول العلاج وحثه على المداومة عليه، محاولة تفهم أن اعتقادات المصابين وهلوساتهم تبدو صحيحة وواقعية لهم، معاملة المرضى بالاحترام والرفق وتقديم الدعم لهم، إضافة إلى إخبار المرضى بأن كل شخص له الحق برؤية الأمور من زاويته.